قربوا مرحبا بكم. بارك الله فيك صحة. صحة بارك الله. قربوا قربوا إن شاء الله. الله يسلمك. كل أخوي. عيط عليك. الحاج سعدي اهلا بك. اهلا وسهلا. احنا رانا جايناك ضياف قاصدينك منا ضياف منا نستفسروا منك في قصيدات عندك سمعناهم. اسمي السعدي والنغمه السعدي الاب مصطفى زياد 18364. اهلا وسهلا بجماعه بلدي سيدي عامر. سي سعدي. نعم. كاينة عندك قصيدة العجوز جماخ؟ كاينة. ماذا بك تفيدنا بها؟ قلوا يا ربي يا خالقي عال العليا، يا ربي يا خالقي عال العليا، وباسمك نبدا يا المولاي تعال، ويا سايني ما تسالش ما بيا، وشوف الحالي راه يجيع السؤال. أول محنة صد عني بابايا، وقابل فرح مع الراحة والتدلال، وبعد جفاه ايام صدت يمايا وعز الخاطر وينهم راحوا رحال. ويوم فراقك يا ما مر عليا، وجفيتي عني جفاك عليا طال، وبعد الباسك في الكفن بين يديا، وحسيت بروحي المحنه بعد دلال. سيدي عامر فيه ناسك مسميه، وقضبانا وعلاه قلبك عن همال، وشقين الصحراء بلاد الباديه، وحوسنا رمالها سهله وجبال. وبو سعادة قرب الهامل ليا، ومتخالف قيم وزيد اجراح البال، وصلنا الهامل فيه ناس اللزمية، وناس وطلبة ذوق زين المقال. انحشت في الصلاح في كل ثنية، محنة قلبي طايلة ولا تهبال، ويا حفار القبور سيسع البيا، وعدك يا تيهان لحد يعود ثقال. بين هو بينه دير مبارية، وخلي طاقة نشوف وجههم ما مزال، وخليني وجههم ما دير مزية، ويهديك الله ما دير عليه حيال. قال لي كبر بالك كون مولى عقلية، واخلاص والأيام وفات التجال. شوف الناس اللي يقبلك منسية، وقبل امك قداه من واحد وش حال، واطلب ربي خالقي عال العليا، ويوسع عنها سكن المدخال. وقبرك شم خطوب دمعة عينية، وحتى انك طلعت صفك عنك سال، رفدت المحمل خليت العزاز عليا، وقعدوا متعشرين كيما شاو الحال. كي رجعت لخاوتي وموالية، وقالوا لي وين يضوي الانجال، قلت لهم خليت يما مقبية، وقضبانة ما تلات تعود قبال، مرسى محرم على طول الدنيا، وما نستيش شفت وباقي خيال، وقعدت لي غير المراسم مخلية، وما نلقاش حد من الناس مازال، القمر اللي كان مضيها عليا، ودرق لي وسط صحاب عليا عال، وقعدت نجمع قابو ضوايا، وتمساوي جميع ذوك الظلام الحال، والصلاة عليه خاتم الأنبياء ومحمد وفاطمة الجهال. بارك الله فيك.